قد يكون النداء هذه المرة لمن خلف هذه الجبال مجديا. الطريقة الجديدة التي يستخدمها الجيش الوطني هي إطلاق التحذيرات لسكان مديريات أمانة العاصمة لتوخي الحذر، بعد أن بدأ الجيش الوطني عملية جديدة لملاحقة عناصر الميليشيا. موعدنا التحرير هو اسم العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني لمواصلة تحرير المناطق في الطريق إلى العاصمة صنعاء، التي باتت المسافة بينها وبين الجيش في تناقص مستمر. بدأت العملية العسكرية الواسعة في شرق صنعاء باستعادة مناطق الحول وتبة القناصين، وأيضا جبل المنارة الاستراتيجي المطل على منطقة المديد مركز مديرية نهم، في ظل المضي في معركة مفتوحة على كل الاحتمالات وأيضا كل الخيارات، فلا بد للمضي فيها إلى أقصى حد، حيث تخوض القوات العسكرية بدعم وإسناد من قوات التحالف قتالا شرسا مع عناصر الميليشيا وقوات الرئيس المخلوع، الذين يفرضون سياجا حول العاصمة صنعاء ويتساقطون قتلى وجرحى كل يوم. تأتي هذه العملية في ظرف مختلف عن سابقتها قليلا، في لحظة تشهد المشاورات السياسية في الكويت شللا تام، بعد أن عول عليها اليمنيون بتوقف الحرب وخروج بلدهم من أزمتها الخانقة. يعني مركز مديريتنا بإذن الله عز وجل، والجيش في تقدم مستمر متواصل. في هذه اللحظات تدعو قوات الجيش الوطني القاطنين في أمانة العاصمة صنعاء وضواحيها للابتعاد عن مقرات ومواقع الميليشيا الإنقلابية وأماكن تجمعاتهم حفاظا على أرواحهم.